بالتفصيل ويا الله ويا الله بالتفصيل المنت وشويه طب السلامه يلا 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 وكبرت التجاره وصار عندنا 30 راس من الدجاج من الدجاج منقيه منقيه الحمد لله علينا لا خلي الحمد لله علينا فضل صليت على النبي ثم شويه شويه طب السلامه هنا اشتري بط سلطان ازحم شويه الله يجيك هسه هنا ولا سلطان تعال سديت نفسه ازحم هنا ولا هنا ويجينا ونشتري لنا بط ترى يبي يمين ولا يسار عدم ها بغطي غطاء هنا اشتري لنا بط لا اله الا الله الحمد لله علينا ولا قوه الا بالله يبوني يبوني يا مناحي 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 ما لك داعي يا مناحي مناحي ما لك داعي كم السالفه ارجع مكانك ما دوا لا ارجع مكانك شو وجه حمر ارجع مكانك يا سلطان لا خلي سلطان ارجع مكانك سلطان هذبت لا ارجع مكانك محلك محلك راوي سلطان ارجع مكانك اضحك علي والله حول ولا سلطان ارجع مكانك شوفني احبك واغليك واعزك لا والله خله خله لا 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 شيك انت استشميت اكثر من لازم اجلس اجلس يوسع ذوبك شو شعر لازم بالعكس انا ادخل فيها انا سالم الديع وسيف كله سالم محمد سالم الديع اي شلون دلول؟ تعود علول ما صار يضيق عياد الحين انا كم انا؟ انا انت واقف لا 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 وهني صادق انا كم 20 الحين 16 ابراهيم طالع 16 بدون ايه ايه ركدوا الموضوع اعطونا علومكم ابراهيم طلع اه فايز ها و نصر يا مرحبا اللهم سر ابثك ابث بثفيل بثفيل شيخ ابو بثفيل ايه خمسه شيخ المهم بقيت حكيك ما تسمع مناح فيصل وسيف تركي وسلطان في جرح ميع محمد الودعاني فيصل الدبالي عبد الواحد عبد الله عتيبي عبد الله عتيبي عبد الله الحربي سالم الجديع نايف المطيري وينهم بايطين برا؟ عبد الله لا هذاك اسمه شنار اربعه خلهم اربعه خلهم رقود شنار شنار اعطوني اسم ثاني عبد الله ورقعان سالم محمد وين عبد الله ورقعان؟ وينك انت؟ تبون اسولف لكم شيء يا عيال؟ انت قاعد هنا يا اخي انا ما لقيت يا عيال صلوا على النبي اللي جوعان يجي معي مضغوط بيتنا انا رجال بروح اتغدى غدا عشاء اللي بيجي حياه الله ولا تبون اجيب لكم هنا؟ فكره صح؟ فكره ودكم في مضغوط بيتنا ولا اجيب بس هنا؟ لا لا بنقي هنا يا رجال انت تغدى هنا شوف كان بيعطينا اياه هنا ولا رحنا لك؟ لا لا ما تبغى غدا ليه ليه ليه؟ خلينا من محله ابدا شو المشكله طيب؟ شوف بيطلعونا فعلمنا ما يطلعونا قلت قلت يا قفت امام الاسلام منك بذلك الخرع عليها مزاه وطيب يلا هم غاتلين تدخلني الجنه الجنه ما يرحم ان شاء الله انكم نال الجنه باذن الله انا وياكم السامعين والمجمعين ها قالها عادي كم منعون 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 من عيون لا واضح واضح احنا بنبتلش يلبون البن والله شباب اللي بلين قلنا تونا شاربين اللي بلين قلنا بس وينه؟ هاي الثلاجة ايش ثاني عن كيسانا كلها شاربين اللي قلنا بس مع التمر مسكت ولا احزان ها وش يقولون؟ خيانة خيانة يجونا يعني انت ما غيرت تسد نفس المسلمين عادي يا اخي لا جابوا شو المشكلة؟ خلاص يا شين هلا قدمك خيانة يا شين هلا استحالة والله والله يا ابو الحلال ليش الشلات شغلتوا انت رايح الطريق؟ ما شغلنا شلات رحنا عزا شغل شلات لا انت راجع حتى ما شاء الله يا رب اسمعوني يعني وش السؤال الغبي؟ انا بت بركب يا اخي بتفيل بتفيل يا حصان انت راجع رجعت العمل ما ابو صفا انا مصطفى انا مصطفى رايحين جايين شغل البث لا زين والله انا مشغل البث في الشاشه اي والله اني شايفه يبي يعلق عليك مشغل البث في الشاشه والمشكله ما في احد هذا كان برا كنت برا ما في احد الهاوس ما في احد ما في احد في الليل ما في هو اي والله اني تابع رايح جاي والله اني تابع هذه امانه 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 عندك انت مصور يوم هو يا الربع ابشروا بالغداء غريبة هذاك اليوم المشكلة انه فول الليل يعني غريبة ما في احد ايش كان يوم ترى كانوا خمسة طالعين ايش كان يوم خميس صح؟ يوم الخميس يوم الخميس ستة من الخيانة طالعين طيب والباقي ستة من الخيانة انا موجود انا موجود انا وذا انت طلعت يوم بقرة الام مدري حملة الام اليوم اللي بعده اليوم اللي بعده
هاي مو خميس جيب لنا العصير. رحت الغربي على اساس اني بنسوي بنروح مع العيال اللي راحوا. اي راح حولت قبل ما راح يوم الخميس مسكت بالثنودا ليه الساعه 8 خلينا نقول اليوم بعد والله ما قصرت بصراحه ورقت ورقدنا جو امس حرام عليك وشيك ابشروا بالغداء من عند مضغوط بيترا بيجيك الحين مضغوط سلطان طازج خلا جيب العصير يا سلطان جيب لنا لبن لبن والله مسوي الاكواب الاكواب لا والله عصير الاكواب موجوده عندك اكواب كمل السالفه دقايق ها في اكواب في اكواب ايوه كبرت التجاره لين وصلت او شريت لي باكر شريت لي ارانب وصلت حوالي 80 ارنب لا لا اي بالله وكبرنا تجاره كبرنا تجاره يا ولد شوي بدت تمنح حق التجاره ليه؟ الارانب زبنت في الجبل ما عاد منها الا 30 راس بس سووا والحمام شو اسمه والدجاج شو اسمه جاه فايروس يا لوم الحمام لقى فايروس الدجاج اللي جاه فايروس والدجاج اللي شريت اللي شرى ديك ايه شرى ديكين شرى ديكين يا ولد يحسب انها دجاج ديك فهمت؟ ما ادري ايش نوعها ما هي بعربيه ما هي بعربيه يود استناها تبيض ديك طلعت جبت طيب سؤال للجميع سؤال للجميع الحين عندك ديك ايه وبيض في مزرعه تجاركم البيض لك ولا لا؟ الديك كيف يبيض في مزرعه جارنا؟ وش له الديك كيف يبيض؟ كيف يبيض في مزرعه جارنا؟ يا الغبي ما هم منك هذاك الازرق ذا على اساس انك كنت ذكي الحين انا قلت لك ديك تبيه بيض يا ديك ديك والدجاج ايش بهم بعض كلهم نفس الشكل طلعت ديتين اي ويا انا قاعد استنى شهر يا دعي قلت يمكن انهم خلنا نعزلهم في شبك الحال فهمت عند الدجاج الثاني عين ها يمكنهم عين عين فهمت يكثر يمكن تعرف فخليناهم جنب هو نفس الشيء نفس الشيء كم لك كم قعد كم قعد اسمع كم قعد انا طيب السلام يوم قلت يا ولد انا شكلي لا بد اني اظهر زكاه عشان تبارك هذا شو تسوي واخذ ثلاثة ارانب بسم الله الله اكبر اربع مدري ثلاثة مدري اربع ارانب اي شوف من زكاه هاي اسلم ونشتوي احنا وناكلها كيف شويتوها ايش اربع ارانب كيف شويتوها ها كيف شويتوها شويناها على صريخه الصليخة أعطنا الصليخة كذب بالزنوفة أنت أعطنا الصليخة ورعانة ما لقينا جسمه ما لقينا ملعقة وحارة أنا عودنا تذكر ما عليهم شرها عاد زكنا ما عليه شرها هذا الحين اسمع اسمع رجع سكنا على البساس وتم حق التجارة في ذمتي ما قعد حاجة يوم رجعت اللي اشتريتها من اللي طلعت ديكة جيك من عندك خلنا عيتف عيوت رحت قلت يا ود هيجيبون شيء يتبدلوهم ولا يجيبون المصرف بعدين عيال ذا كبر الدجاج ذا كبر بالأخير طلعت كاي اثنين ديكة كلها جاب لها ديكة وحطها في شبكة يا هلا يا تبين هلا 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 بالحامل المحمود هلا وجه شايف لكم حيوة جابة الله غداكم اليوم